بخبر مفرح، وهو شفاء أحد المصابين بمرض إيبولا، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا في المرحلة الراهنة، إذ احتفل الطاقم الطبي بخروج مصاب سابق من مرض إيبولا من مستشفى في بيكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن شفي من المرض القاتل. وإنجي نوندي دخل إلى مركز علاج الإيبولا في 13 من شهر مايو أيار الماضي الجاري بعد انتقال العدوى له من قبل شقيقه الذي كان مصابا بالمرض وتوفي منه.